إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تسيل بدار بقرآني فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. تسيل بدار بقرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. أسير بدار بقرآني فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدار إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نكون معكم في برنامج يعتني بتعليم كتاب الله تعالى وتجويده، وسيرافقنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور سعيد صالح مصطفى زعيمة، أحد كبار قراء مصر العربية، المجاز في القراءات العشر الصغرى والكبرى، أجازه فيها شيوخ كبار من أمثال الشيخ الزيات والشيخ السمنودي والشيخ محمد عبد الحميد السكندري رحمة الله عليهم وغيرهم، والشيخ خريج كلية علوم القرآن والقراءات، كما أنه أحد كبار أطباء مصر. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه وفي علمه وأن يبقيه ذخرا للإسلام والمسلمين. قد أنزل ربي إن شاء الله القرآن للناس وتبيان يومه بان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، ويقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. كما سمعها ليس كما وعاها. فأبلغكم آية، يقول الله ورتل القرآن ترتيلا، ويقول سبحانه ورتلناه ترتيلا، يعني عظم الله القرآن تعظيما. كيف؟ معرفة الوقوف وتكبيد الحروف كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، متى نقف متى نبدأ؟ بعدما تحسن أن تجوده لابد أن تعرف وقفا نبتدى، لأن المعنى يختل. لا نقف مثلا واسمعيل ربنا أو فعلم أنه لا إله، لا نبدأ ونقول إسحاق إلها واحدة فبكت الذي كفر والله، هذا الكلام. فلابد من معرفة الوقوف وتجويد الحروف، أبي كارا بخلاف أبي قارا، رطبا بخلاف رتبا، عصاي بخلاف عساي، محظورا
من الحظ بخلاف محذورة من الحذر، عسى بخلاف عصى، وهكذا. هناك سبيل لا يمكن أن نحيد عنه، وهو معرفة التحفة الجزرية. فنبدأ أولا بالتحفة الجزرية. قال الناظم رحمه الله: وبعد ما تحسن أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتدا، وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. مهم جدا الوقف الابتداء. الوقف الابتداء شرف العالم وزينة القارئ وحيلة التلاوة وفهم التالي وبلاغ المستمع. كان الموضوع ده كبير قوي كده، احنا عايزين مثلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا. نوقفت هنا: ولكم الفاسقون إلى الذين تابوا. لا تقبل شهادة القاذف حتى لو تاب. المعنى يتغير. إن وصلتها يتغير المعنى. اقبل الشهادة. نعم. إن تاب. نعم. يبقى مشروطة. نعم. شو الوقف؟ أعطى حكم. والوصل؟ أعطى حكم. مثال آخر: الوقف والابتداء. وقال الله إني معكم معية إحاطة. نعم. وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة معية تأييد ونصر. تمام. معية الله تسمى. نعم. إحاطة وهو معكم أينما كنت. نعم. يعني يحيط بكم. يحيط بكم. نعم. يعني مثقال حبة من خردل في السماوات يأتي بها الله ويأتي بك. نعم. لن تضحك على الله. نعم. معية إحاطة. لكن في معية تأييد ونصر. تأييد ونصر قسمان: ربوبية وألوهية. تمام. إن معي ربي سهدي. الناس ما عندهم شاقين بيقولوا إننا مدركون. يقول له: ربنا لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى عقاب البحر. ازاي يا موسى؟ ما يا رب كيف؟ اضرب البحر يبقى الماء تبقى جبل. تمام. يبقى لما اقف يبقى ذي ربوبيه. اما ان الله معنا بتاعت سيدنا النبي سيد الموحدين بيكلم ابو بكر سيد الموحدين لابوز الايمان بابوز الامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا وسهلا بحضراتكم الى هذه الحلقه، وأستقبل فيها بسعادة الشيخ إسماعيل شرقاوي من جمهورية مصر العربية الشقيقة. أهلا فيك. مرحبا بك. مدرس القراءات العشر. أولا هذه رسالة حب للشعب المغربي الحبيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه. فالله سبحانه وتعالى أنزله هكذا بتعدد اللغات واللهجات ليخفف على الناس، كبير والصغير والأعجمي والعربي إلى آخره. وقد جمعت اختلافات الأحرف 7 في هذه الجملة: إعراب اسم، تصريف لغة أفعال، زيادة نقص، ترتيب قلب إبدال. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم وما بدلوا تبديلا. يعني بمعنى هناك فوائد في تعدد القراءات. كثيرة فوائد، كثيرة جدا. رفع للحرج على المسلمين. نعم. على سبيل المثال أذكر مثالا، وهذا في التنمية القرآنية أيضا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. كما قرأ الإمام نافع: مفرطون من الإفراط وهو الإكثار من الذنوب. وقرأ أبو جعفر: مفرطون من التفريط وهو التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقرأ البقون: مفرطون يعني من التقديم، إذا مات ولد العبد كان له فرطا إلى الجنة. كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أتقدمكم لأمهد لكم الطريق. نعم. والذي يهلك الناس شيئان: الإفراط والتفريط. والعقوبة: مفرطون أي مقدمون إلى النار.
والوقاية خير من العلاج، فإذا اتقيت الإفراط والتفريط دخلت جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا، ولذلك سيأتي معنا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط. نعم. زيادة في المبنى زيادة في المعنى، يا حسرة. نعم. كما قرأ رويس وقفا، وقرأ أبو جعفر بخلف العدن وردان يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله.